ننتقل إلى الاقتباس. انتبهوا يعني يقصد بالاقتباس، احفظوا هذه العبارة، الاقتباس هو الأخذ من القرآن الكريم. طبعا مؤاخذ والله كلمة، يعني والله إذا ورد كلمة الرحمن أو كلمة الله أو كل الكلام العربية هو في القرآن، لا، المقصود الاقتباس هو كلام، تضمين الكلام شيء من القرآن الكريم أو ممكن من الحديث النبوي الشريف، تمام؟ يعني أنا بأخذ جزء من آية، جزء من حديث شريف وبضمنه وين؟ بالأبيات. قال الشاعر، انتبهوا، يا در ثغرة حبيبتي كن بالعقيق رحيما ولا تعض عليه ألم يجدك يتيما. لاحظوا وين الاقتباس؟ الاقتباس ألم يجدك يتيما، فهذا اقتباس. شو بشرحها؟ قل ألم يجدك يتيما، اقتباس هذا الكلام مأخوذ من القرآن الكريم، وهيك من سورة الضحى، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. إذا ألم يجدك يتيما اقتباس من القرآن الكريم. في عندي اقتباس يا ترى بكتابنا؟ نعم، في عندي اقتباس بكتابنا. ومن يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبلا. ذكروا هذا المثال، ذكروا بكرة بالامتحان. ومن يجمع الهموم عليه أخذته الهموم أخذا وبلا. لاحظوا، ومن يجمع الهموم أخذ عليه أخذته الهموم أخذا وبيلا. فكلمة أخذا وبيلا هذا اقتباس مأخوذ من القرآن الكريم، من 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 سورة المزمل على ما أعتقد. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تمام؟ فإذا والاقتباس فيأخذه أخذا وبيلا. إذا أخذا وبيلا هذا اقتباس من القرآن الكريم، تمام؟ هذا هو الاقتباس. طيب ما معنى التضمين؟ التضمين، أنا أقولكم ركزوا على هذا المثال الاقتباس، لأن أنا يعني أرشح نص أي هذا الشاكي. في عندي بالتضمين، ما معنى التضمين؟ التضمين هو أن تأخذ من كلام غيرك شطرا أو بيتا أو جملة وتضمنه في كلامك. طبعا هلا ممكن تسألوني، يعني أنا طالب بكالوريا ما نحافظ كل الأشعار حتى والله أعرف إنه هذا الشعر أخذ من هذا الشعر. في عندي مثال واحد بكتابنا الآن سآتي على شرحه. طيب لاحظوا كيف يعني بيكون التضمين. هلا فهمنا الاقتباس الأخذ من القرآن، التضمين الأخذ من شعر آخر. إذا ما الفرق ما بين الاقتباس والتضمين؟ الاقتباس هو الأخذ من القرآن الكريم، التضمين هو الأخذ من شعر آخر. أكيد الشعر الحديث بدي أخذ من الأقدم منه. لاحظوا أحمد شوقي ماذا يقول في وصل، يقول وإذا مثلته في خاطري صفق القلب إليه وهفى. جاء زكي قنص ماذا قال، أكلما شام من واديه بارقة هفى وصفقت أحنانا لواديه. شايفين؟ إذن زكي قنص جاء أخا هفى وصفق من مين؟ من أحمد شوقي عندما قال صفق القلب إليه وهفى. فهذا يسمى تضمين. إيه، ما هو المثال موجود في كتابنا عن التضمين؟ في نص زرقاء اليمامة، قال أحمد أمل دنقل عندما قال ما للجمال مشى وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا. هذا البيت مأخوذ من نص للشاعرة أو ملكة تدمر زنوبيا عندما قالت، وكلكم يعلم القصة، عندما رأت القوافل وهي عائدة من التجارة قالت ما للجمال مشى وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا، أم صيرفانا باردا شديدا، أم الرجال جث من قعودا. فلاحظوا، إجا أمل دنقل أخذ البيت كلياته من مين؟ من زنوبيا، وضمنه بشعر ما للجمال مشى وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا. إذن هذا التضمين.